الحين، شو اللي حدث فيها بشكل عام؟ يمكن التنظيم الدفاعي كان العامة البارزة في أبها في البداية. التعاون كان عند يعني عند عملية الاستحواذ في الشوط الأول بشكل واضح. أبها كان يعتمد على استغلال المساحات في خلف المدافعين بالهجمات المرتدة من كاسيدو، يعني تحركاته خلف الدفاع، ويمكن هذا شيء يعني نقطة شفناها واضحة يمكن بالشوط الأول والتحول اللي صار على الهجمة وتسجيل الهدف. أكيد التعاون حاول أنه يرجع في المباراة. هدف التعادل جاء بخطأ من حارس المرمى في أبها، يعني خطأ فردي ما يعتبر خطأ جماعي، وتم تسجيل التعادل. عبد الحكيم، أنت مدرب، بالسرعة هذه كومنس يعدل المشاكل اللي كانت عند أبها؟ طبيعي اللي صاير؟ أنا ما أشوفها السرعة قدر ما هو طبعا عملية استقرار فني صارت، لأن فترة التوقف تم التعاقد معه قبل فترة التوقف، فترة إيجابية لأبها أنه يعمل على العناصر، وأغلب العناصر كانوا متواجدين مع 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 كومنز في الفترة هذه. فبالنسبة لنا ما اعتبر مفاجأة، لأنه كان عنده فترة إعداد كافية للظهور بشكل جيد على الأقل في الفترة هذه. أكيد في المنافسات الدوري القادمة بتبين أشياء أكثر بالنسبة لأبها. هي رسالة اختار المدرب الصح يعدل لك كل شيء، والمدرب الخطأ يدخلك في جدار. المدرب الصح اللي يعرف انه يدير الادوات بغض النظر عن التعبير الشعب. اكيد يعني اكيد طبعا، لكن المدرب الصح مع الادوات وتوفرها في الفتره هذه اتوقع نفاد ابها كثير. ابها ما صار عنده غيابات كثير، مثلا بالنسبه لنا رياض شراحيلي كان المنتخب الاول فقط. بعدين خالد على فكره يعني المدرب تو لسه، هذه ثاني مباراه ترى على فكره، يعني ما تقدر تحكم عليه الان. يعني اعتقد انه باقي الحين على المباريات الدور الاول يمكن تقريبا ست، يمكن تقريبا ست على ما اعتقد. بس ينتصر على الاتفاق وينتصر على التعاون في مباراتين متتاليتين، في عمل اقول لك ممكن، بس ولكن ما تقدر انك تحكم عليه الان. انا ودي انه يثبت بالمستوى هذا على اساس تقدر. حنفصلها محمد، حنفصلها.